في السنة الماضية على سبيل المثال للحصر، توفي قارب محمل باللاجئين بسكتة قلبية. حين وصلت أول سفينة إلى مكان الاستغاثة، كان البحر الأبيض المتوسط قد غرق تماما. وجدوا الماء مختنقا، وجدوا الأمواج مبللة بالمياه، وجدوا الاتحاد الأوروبي يحاول أن يتعلق بقطعة خشب من بقايا القارب لكي ينجو. لم يجدوا الأطفال. نتائج التحقيق الأولية أشارت بشكل واضح إلى أن صور الأقمار الصناعية قد أظهرت أن القارب الغارق لم يكن يعرف السباحة. في نشرة أخبار 8 مساء، وبينما كانت مياه البحر الأبيض المتوسط تسيل بهدوء من التلفزيون إلى الأرضيات الخشبية في غرف الجلوس، مسببة ارتباكا بين العائلات السعيدة في البلاد الآمنة، ومحدثة اضطرابا من الدرجة الثانية على الأداء الجنسي للأغلبية الصامتة في وسط وشمال أوروبا، وبطريقة مباغتة تشبه نمو الفطر في الغابات، تساءلت سيدة أوروبية من الطبقة الوسطى عن سبب مجيئهم عن طريق البحر وليس بالطائرة بعد حصولهم على الفيزا. لشدة البراءة البيضاء انتحر التلفزيون. في تعليقه على الحادث المأساوي، قال مسؤول الاندماج في دائرة الهجرة في اتصال هاتفي: ماذا سنفعل الآن؟ لقد ماتت الشحنة الجديدة من اللاجئين الذين سينظفون خراء المتقاعدين الأوروبيين العجائز. في نشرة أخبار 8 مساء، قالت مذيعة بيضاء لم تنجب أطفالا من قبل، نقلا عن متخصص بشؤون الشرق الأوسط لم يزر الشرق الأوسط من قبل: إن الأطفال ربما قد يكون اختفوا لأسباب ما بعد حداثية حين كانوا يلعبون الغميضة. عيسى بن مريم كان الناجي الوحيد، وجدوه يمشي فوق وجه الماء. هامش واحد: سيسرقون وظائفنا وبيوتنا، وسيغوون نساءنا، سيستحوذون على الموارد التي خصصناها للفقراء، وسيتسلل بينهم المجرمون والجواسيس. تدفقهم سيزعزع الاستقرار وسيؤدي إلى تفكك المجتمع. مظهرهم سيء وينقلون الأمراض، معاييرهم مغايرة وثقافتهم مختلفة وأخلاقهم غريبة، ولن يستطيعوا الاندماج. هامش 2: جميع الكلمات العنصرية التي وردت في هامش 1 لا تحيل إلى أزمة اللاجئين الحالية كما يسمونها، والتي يقصد بها اللاجئون السوريون في هذه الأيام، إنما استعملت على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الغربية لوصف اللاجئين اليهود من ألمانيا والنمسا الذين حاولوا الفرار من النازيين في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. Thank you.
هامش 3 في عام 1938 اجتمع 32 بلدا في مؤتمر إيفيان لمناقشة أزمة اللاجئين اليهود من ألمانيا والنمسا. رفضت الولايات المتحدة زيادة الحصة السنوية للاجئين حتى قبل بدء الاجتماع. بريطانيا صرحت إن المملكة ليست بلدا للهجرة. جميع الدول رفضت استقبالهم. بتاريخ 13 يوليو كتبت جريدة الحزب النازي نوركشير بيو باتر بنبرة منتصر: لا أحد يريده. لدي إحساس داخلي أن الذي كتب المقال هو أدولف هتلر شخصيا. بعد 4 شهور من نهاية المؤتمر قام النازيون بليلة الكريستال، ثم بدأوا تدريجيا بحل المشكلة اليهودية بطريقتهم الخاصة التي انتهت كما نعرف بالحل النهائي.